كابتن اسلام الشاطر، اكيد برحب بيك في البدايه، وبرحب طبعا بكابتننا الكبير كابتن طارق سليمان. مفتقدينك اكيد يا كابتن طارق، لكن هنقول لك اكيد يا كابتن اسلام الاجواء هنا، الحاله، الجمهور، كل الامور الخاصه بفريق النادي الاهلي. عايز اكد لك كابتن اسلام جمهور النادي الاهلي معاك. معاك كابتن اسلام. بقول لك لسه كان الكابتن طارق بيشرح لنا كل اللي بيحصل بقى في الامارات، لانه طبعا يعني هو لعب 5 سوبر، منهم 3 كانوا في الامارات، يعني او يعني كان مدير فني طبعا لحراس المرمى في 3 سوبر، منهم 3 او من 5 سوبر كان منهم 3 في الامارات يا كابتن طارق. فكان لسه بقى بيشرح لنا، اشرح لنا بقى الاجواء عندك والجمهور وبعثه النادي الاهلي واستقبال بعثه النادي الاهلي وقد ايه اللعيبه مركز، يعني اشرح لنا ماذا يحدث في الامارات. يمكن طبعا يا كابتن اسلام اقدر اقول لك ان جمهور النادي الاهلي منذ وصولنا الى مطار ابو ظبي كان متواجد بكثافه، يعني خارج المطار هتاف سوبر يا اهلي، هتافات طبعا كالعاده من كل جمهور النادي الاهلي، حاولوا ان هم يتصاروا مع اللعيبه، لكن يمكن مجرد وصولنا كان في تعليمات امنيه وفي تنظيم على اعلى مستوى بالنسبه لبعثه النادي الاهلي، في ترتيبات هنا يا كابتن اسلام، يعني بالفعل تليق باسم النادي الاهلي. والحقيقه يمكن وجهنا الشكر للمجلس ابو ظبي الرياضي طبعا على الامور كلها اللي بتنسق بالنسبه للنادي الاهلي وبالمباراه بشكل عام، لكن انا بخص طبعا فريق النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، فندق الاقامه، كابتن سيد عبد الحفيظ يمكن عامل امور عديده جدا. انا اقول لك كابتن اسلام يعني في دور مخصص لفريق النادي الاهلي ما حدش بيطلع فيه نهائي، يعني حتى البعثه الاعلاميه اللي هو قناه النادي الاهلي والمركز الاعلامي في الفندق ما حدش بيطلع، ودي يعني اكيد بتحسب اكيد للجهاز الفني والجهاز الاداري، لان لما بيبقى في توفير مناخ طيب وبيبقى الامور كلها في التركيز فقط لا غير في فندق الاقامه بتنعكس على اللعيبه في المستطيل الاخضر، وهو ده الهدف اكيد يا كابتن اسلام. عايز اكلمك طبعا على التدريب الاول النهارده لفريق النادي الاهلي في ملعب الوحده الاماراتي، يعني حاجه رائعه جدا وملعب رائع، مدرجات، يعني مش قادر اتكلم على الملعب لان كل الملاعب في الامارات حاجه رائعه ومميزه جدا. وكانت استقبالنا كمان يعني المدير التنفيذي لنادي الوحده الاماراتي الاستاذ عبد الله سالم اللي كان متواجد مع الاستاذ خالد درندلي رئيس البعثه، الاستقبال كان اكثر من رائع، تبادل كمان لدروع للنادي الاهلي وايضا نادي الوحده. لكن بشكل عام تدريب فريق النادي الاهلي كان مغلق النهارده سواء للجماهير او للاعلام. النهارده مستر ريني فايلر حاول ان يكون في غلق تام للتدريب، لان النهارده التدريب الاساسي يا كابتن اسلام، ان غدا هيكون في اعلاميا في مؤتمر صحفي، التدريب هيكون مفتوح اعلاميا في الفتره الاولانيه ل 15 دقيقه، لكن النهارده كان شغل تكتيك بشكل كبير، يعني بدا التدريب النهارده بتدريبات بدنيه مباشره، كان فيه تقسيمه في ثلثين ملعب في نهايه المران، طبعا التقسيمه طبعا كان فيها كل الجمل التكتيكيه، يمكن مستر ريني فايلر والجهاز الفني قراءات عديده جدا سواء في القاهره او مجرد وصولنا هنا الى ابو ظبي للفيديوهات الاخيره، المباراه الاخيره، مباراه السوبر، كل نقاط القوه والضعف، الطريقه كمان اللي مستر ريني فايلر بيحاول انه يحفظ اللعيبه فيها اللي هتكون ان شاء الله في المباراه، مباراه يوم الخميس. انتهى المران بركلات الترجيح، انت عارف طبعا يا كابتن اسلام ان شاء الله ما يبقاش في حاله التعادل، يعني ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يحسم هذه المباراه، لكن المباراه تنتهي مفيش اكسترا تايم، يكون على طول ضربات اقل للترجيح، لكن بنتمنى ان احنا ما نوصلش لهذه المرحله، لكن اكيد يعني مع الرؤيه الفنيه للجهاز الفني كان في نهايه المران فقره مخصصه لجميع اللاعبين. مش قادرين طبعا نتكلم على اي امور خاصه بالتشكيل او ابرز الامور اللي ممكن تكون مع فريق النادي الاهلي، على قد ما اقدر اقول لك كابتن اسلام الكل جاهز، كل اللعيبه جاهزه بدنيا طبيا معنويا، الكل عنده هدف واحد يا كابتن اسلام، وهو ان شاء الله العوده من الامارات بالسوبر رقم 12 في دولاب بطولات النادي الاهلي. يمكن خلاص كده نقدر نقول انتهى اليوم الاول او انتهى الاستعداد الاول لفريق النادي الاهلي مع نهايه المران، اللعيبه مجرد وصولها الى فندق الاقامه مباشره على العشاء وكالعاده طبعا على الدور المخصص ليهم كله خلد النوم مباشره، لان بكره هيكون في يوم بالنسبه بقى للكابتن سيد والجهاز الفني بالتحديد عاشور ومستر ريني فايلر هيبدا صباحا، يعني نقدر نقول التوقيت هنا برده يمكن عامل ازمه شويه كابتن اسلام، الساعتين الفرق دول يعني عاملين ازمه شويه، الساعه البيولوجيه عند بعض اللعيبه كده متلخبطه شويه، لكن اقدر اقول لك صباحا الساعه 11 صباحا بتوقيت الامارات هيكون المؤتمر الصحفي الخاص بفريق النادي الاهلي بحضور كابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي ومستر ريني فايلر. يسبق المؤتمر 10 صباحا بتوقيت الامارات الاجتماع الفني، اكيد الاجتماع الفني طبعا الزي التقليدي للنادي الاهلي، هل هيكون النادي الاهلي في الزي الاحمر ولا هيكون في تغييرات، التعليمات الخاصه بطاقم الحكام، كل الامور، الوصول لوصول الفريقين، كل الامور دي طبعا هتناقش في الاجتماع الفني، ويليه مباشره المؤتمر الصحفي. اهتمام اعلامي كبير جدا يا كابتن اسلام، وده اللي حابين نقوله، مباراه كبيره قيمه السوبر كمان في الامارات،
يعني الجو العام هنا بالنسبه للامارات، الطقس، كل الامور مهيئه ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه على اعلى مستوى لفريق النادي الاهلي. بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي، كابتن اسلام الحاله المعنويه مرتفعه، كابتن محمود الخطيب يمكن تواصل اكيد مع الاستاذ خالد الرندلي للاطمئنان على الفرقه، كابتن سيد عبد الحفيظ، استاذ خالد الرندلي ايضا كمان في تنسيق مستمر واتصالات مستمره مع مجلس ابو ظبي، مع كل الامور طبعا والاداره التنظيميه طبعا والجهه التنظيميه الخاصه بالمباراه. ان شاء الله كل ده كابتن اسلام ينعكس علينا ويصب في مصلحتنا، وباذن الله كل الامور تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. انا معاك يا كابتن اسلام لو في استفسارات. يعني طمنا النهارده شفنا في اللقطات اللي اتبعتت ان ريني فايلر كان واقف مع رمضان صبحي، وكان واقف ايضا مع احد اعضاء الجهاز الفني والجهاز الاداري ايضا في النادي الاهلي. يعني هل كان هناك تعليمات معينه؟ هل كان في ايه اللي كان بيحصل يعني؟ كده كابتن اسلام، بس يعني انا اقدر اقول انا مش سامع حاجه كويسه كابتن اسلام، لكن يعني اللي انا سمعته طبعا بالنسبه للسؤال الاول، مستر ريني فايلر كان متواجد مع رمضان صبحي طبعا احد نجوم فريق النادي الاهلي. انا عايز احدد لك طبعا رمضان بالتحديد، يعني رمضان النهارده كان في فقره تدريبيه مخصصه ليه تحت اشراف توماس مخطط الاحمال، وايضا كمان كان يعني متواجد رمضان في بعض السبرنتات في بعض تدريبات الكره. انا عايز اطمنك كمان بجانب رمضان على مجدي قفشه، لان يعني يمكن الناس قالت ان مجدي قفشه مصاب لسه بيشتكي من الكدمه في الركبه. مجدي قفشه جاهز تماما لهذه المباراه، لكن هي نقطه رمضان يا كابتن اسلام اللي ان شاء الله باذن الله يكون غدا يعني يظهر بشكل طيب في المباراه. الرؤيه الفنيه طبعا في التدريب، عفوا الرؤيه الفنيه اكيد لمستر ريني فايلر، يعني ان هو يكون متواجد على دكه البدلاء او يتم الدفع بيه، هي رؤيه فنيه بحته طبعا بخبرتك اكيد يا كابتن اسلام. لكن اللي باكد عليه ان رمضان صبحي كان متواجد النهارده، شارك في جزء من التدريبات، لكن اكيد يعني بكره ان شاء الله نشوف الحاله بشكل عام، الحاله الطبيه، الحاله الفنيه لرمضان صبحي، ان شاء الله يكون جاهز وكل اللعيبه باذن الله تكون موفقه في مباراه غدا. عفوا يا كابتن اسلام، انا بس مش سامع الاستوديو بس خالص. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا كريم، ودايما بتحطنا في الصوره، وان شاء الله لو في حاجه